بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أحبابي المشاهدين في كل مكان، والله إني أحبكم جميعا في الله. يعني الواحد بيستنى الحلقة من أسبوع لأسبوع عشان نبقى بندردش فيه مع بعض ونجلس هذه الجلسة الطيبة، لكن نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونبقى عارفين أن الدنيا من أولها لآخرها كما يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نتعبد فيها لله سبحانه وتعالى، بنذكر نفسنا وبنذكر كل من يرانا الآن، كل المشاهدين اللي موجودين في كل مكان في الدنيا. يا جماعة تعالوا بس نخلي الوقت دوت وقت طيب ندردش فيه مع بعض، مش هنقول كلمتين وانتوا تسمعوهم وبس ويبقى الكلام دخل من يمين وخرج من الشمال، لا، تعالوا نتعبد لله بهذه الأوقات، تعالوا نعرف فيها حاجات جديدة، ندردش فيها ببساطة وبكل اللطف اللي ممكن يبقى موجود ما شاء الله. أطفالنا، أولادنا، أحبابنا، فلذات أكبادنا، اللي الدنيا كلها من أولها لأخرها لا تساوي ما شاء الله أمامهم، يعني نظرة حب وحنية وابتسامة لا تساوي هذه السعادة التي نراها في وجوه الصغار والكبار حينما يرون الصغار. احنا مش بنتكلم بس على الأطفال، واحنا بنقول ابني وابنكم، ربنا يحفظكم كل الولاد الطيبين وكل الولاد طيبين، والله احنا بنحبهم جدا، لكن بنلاقي فيهم مشاكل لا شك. ابني لكن عندي، لكن خجول، لكن عصبي، لكن بيحرق دمي، لكن بيضايقني، لكن بيكسر الحاجه، لكن بيعمل ويخلي ويسوي، كل دي حاجات طبيعيه خالص في كل العيال اللي في الدنيا اللي موجودين ما شاء الله، اولادنا اللي في مصر واللي في السعوديه واللي في الصين واللي في الدول العربيه واللي في الدول الاوروبيه واللي في امريكا واللي في اليابان، واكثر الشعوب اللي ممكن تشوفوها مؤدبه في الدنيا برضه عيالهم بيعملوا زي عيالنا ما بيعملوا، بيبقى عندهم مشاكل، بيبقى عندهم صفات وحاجات وعادات ممكن ما بنحبهاش قوي. بندردش في الحلقه اللي فاتت على ابني لكن خجول. خجول بيتكسف، عرفنا شويه عن الخجل وعرفنا شويه عن الحاله الانسانيه اللي بتيجي لما الوش بيحمر، ولا لما النفس بيضطرب، ولا لما الودان بتحمر، ولا لما الايدين بترتعش، ولا لما بيبقى في قلق عند اي حد في الدنيا، سواء طفل صغير او شاب او بنت او حتى راجل كبير، وحتى لو متجوز ومخلف ممكن يبقى خجول. مش بنتكلم بس على الصغيرين والاطفال، احنا كمان بنتكلم للكبار، لان لازم نبقى بنراجع نفسنا وبناخد بالنا قوي. عايزكم تبقوا موسعين الافاق معايا، يعني مصحصحين كده ومفتحين دماغكم، ربنا يكرمكم زي عينيكم ودانكم وقبلهم كلهم قلبكم. عايزين نبقى فاهمين واحنا بنتكلم عن الخجل اللي بيبدا من الطفوله، الخجل اللي للاسف وقولها لكم بسرعه. شاب كان بيكلمني في برنامج من البرامج على احد القنوات الشقيقه اللي كنا بتكلم فيه، وبيشتكي شكوى مريره، حتى ما شاء الله زمايلنا اللي في الاستوديو قعدوا يضحكوا قوي بعدها، وقلت لهم انتوا بتضحكوا، وهذا الشاب عنده مصيبه، مصيبه كبيره جدا، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم. المصيبه بتتلخص في الحكايه اللي الولد بيحكيها، بيقول انا طلعت ولد وحيد، الاب طبيب والام سيده اعمال، وكل همهم في الدنيا ما شاء الله الشغل والشهرة والمال والجاه، وان هم يوفروا لي فعلا حياة كريمة، حياة فيها كل طلباتي مجابة، حتى جايبين لي ده قاعدة معاه 24 ساعة، تأكلني وتلبسني وتشربني وتشوف طلباتي لحد مثلا سن 12 سنة، كل حاجة بتعملها لي، حتى الحمى بتحميني، كل حاجة. لكن للأسف احنا مش شايفين حاجة فيها أسف. ولد عنده كل حاجة في الدنيا، لكن للأسف هو اللي بيقول ما كنتش بكلم حد، ما كنتش بلعب مع حد، ما كنتش بحب اختلط بحد، ما كنتش بحب ابقى موجود في وسط الناس والاجتماعات والافراح، ما كنتش احب اروح النادي، ما كنتش احب العب العاب، حتى الكورة ما بحبهاش، بتكسف، ببقى خجلان، ببقى حاسس ان انا مش مبسوط، مش طبيعي، نفسي بينكرش، وشي بيحمر، ببقى دايما باصص في الارض، ما اقدرش ابص لحد وهو بيكلمني. ولما كنت في المدرسه جم مره يعرضوا عليا اروح الاذاعه المدرسيه كنت هموت. طب وبعدين؟ هو اللي بيقول لنا وبعدين، بيكلمنا وبيقول بقى تقريبا بيعاملوني على اني بنت، حتى البنات كان شكلي وسيم وحلو وجميل، وانا ماشي في يوم
بنت جابت لي وردة، البنت جابت لي وردة، أنا حسيت إن نفسي راح ودماغي لفت وكنت هقع من طولي أدوخ في الأرض. لكن هو أنا البنت اللي ممكن تدوخ ولا أنا الولد؟ هو أنا الراجل ولا هي البنت؟ بنت جابت لي وردة وأنا كنت هدوخ وقع من طولي. ده قصة كان بيحكيها شاب على الهوى، قالها لنا على الهوى وإحنا بنكلمه، وهو بيقول دي مصيبة بالنسبة لي، أعمل إيه؟ ما بعرفش أكلم حد، هتجوز إزاي؟ هقابل الناس إزاي؟ هتعامل مع الناس إزاي؟ ما عرفش حاجة في الدنيا، ما عنديش تجارب، ما عنديش خبرات. دي ملخص المشاكل اللي بنعالجها واللي بنحاول نطرحها علشان نعالجها في الحلقات بتاعتنا اللي فاتت والحلقة دي. اتكلمنا على الخجل اللي بيبدأ من الطفولة واللي بيعززه ويقويه ويوطده من غير ما نعرف للأسف المدرس والمعلم اللي ممكن يكون بيحط جوانا حاجات من غير ما نحس. تعالوا ناخد فاصل ونواصل الموضوع بتفاصيله الدقيقة، نراكم بعد الفاصل. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح